السلام عليكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الأول المتوسط نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع نموذج اختبار مادة العلوم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1445 هجرية والسؤال الأول اكتب المصطلح العلمي المناسب أمام العبارات الآتية مادة صلبة أو مادة صلبة غير عضوية موجودة في الطبيعة هذا هو تعريف المعدن اثنان هي نوع صخور الرسوبية أو نوع من الصخور الرسوبية تتكون عندما تموت المخلوقات الحية وتترسب بقاياها هذه تسمى الصخور العضوية الصخور العضوية ثلاثة هو الفتات الناعم الملون الذي ينتج عن حك المعدن بلوح الخدش هذا يسمى المخدش اربعة معدن نادر قابل للقص والصقل هذا هو الحجر الكريم خمسة هو معدن يحوي على ما يكفي من مادة مفيدة يمكن بيعها وتحقيق أرباح منها هذا هو تعريف الخام خام المادة أو أصل المادة ستة هي وصف لآليات تحول الصخر من نوع لآخر هذه تسمى دورة الصخر سبعة هي بقايا أو آثار حيوان كان يعيش في الماضي هذه تسمى الأحفورة هذا هو تعريف الأحفورة أو الحفرية. ثمانية هي وصف لشكل العام أو للشكل العام لصخر ويشمل حجم وشكل وطريقة ترتيب بلورات المعدن هذا يسمى النسيج الصخري أو هذا هو تعريف النسيج الصخري يمكن كتاب التعريف هنا أمامه السؤال الثاني عددي عددي ثلاثة من خصائص الخصائص المشتركة للمعادن أولا الخصية الأولى اللون الخاصية الثانية الشكل البلوري الخاصية الثالثة هي المخدش واللمعان اثنان عددي انواع الصخور تنقسم الصخور الى ثلاثة انواع الصخور المتحولة والصخور النارية والصخور الرسوبية السؤال الثالث صلي العمود الف بما يناسبه من العمود باء ولدينا البلورة ما تعريف البلورة البلورة هي مادة المادة الصلبة التي تتكون من ذرات مرئية بشكل منظم أو منتظم ومتكرر إذا البلورة هي المادة الصلبة التي تتكون من ذرات مرتبة بشكل منتظم ومتكرر متكرر. الانفصام ما هو الانفصام هو معدن يوجد في مناطق الضعف داخل ترتيب ذراته إذا تعريفه تعريف الانفصام هو معدن يوجد مناطق ضعف داخل ترتيب ذراتي الصخور الفتاتيه الصخور الفتاتيه هي الصخور التي تتكون من فتات الصخور او الاصداف او حبيبات المعادن اما الصخور الكيميائيه فهي تلك الصخور التي تتكون عندما يتبخر ماء البحر الغني بالمعادن بعد ذلك الفحم ما هو الفحم الفحم هو من الامثله على صخور متكونة من بقايا نباتات متراكمة هذا هو الفحم أما الكوارتز فالكوارتز من الأمثلة على المعادن التي لها خاصية المكسر ننتقل بعد ذلك إلى السؤال الرابع ضعي علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة تختلف المعادن في درجة قساوتها هذه عبارة صحيحة اثنان يتشكل الصهري الصخري عندما يخرج على سطح الأرض عن طريق التبريد البطيء هذه عبارة خاطئة ثلاثة يسمى الصهير الصخري الموجود في باطن الأرض صهارة هذه عبارة صحيحة أربعة يستخدم معدن النحاس في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية هذه عبارة صحيحة خمسة الصخور النارية الجوفية تكون بلورات المعادن المتشكلة او تكون بلورات المعادن المتشكلة فيها صغيرة هذه عبارة خاطئة ستة من ادلة تشكيل المعادن هي حجم البلورات هذه عبارة خاطئة سبعة من طرق تشكيل المعادن هي ترسيب المحاليل المشبعة بالمعادن هذه عبارة صحيحة ثمانية من الامثلة على الصخور العضوية المتكونة في البحار هي الفحم هذه عبارة خاطئة السؤال الخامس أجيب عن الأسئلة التالية بوضع دائرة حول الإجابة الصحيحة واحد للتعرف على أنواع الصخور الرسوبية الفتاتية ينبغي التدقيق في لون الحبيبات أم حجم الحبيبات أم ملمس أم شكل الحبيبات يجب التدقيق في حجم الحبيبات اثنان أي أنواع الصخور التالية طبقاتها المتتالية تشبه الأوراق المتورقة أم النارية أم العضوية أم الكيميائية من اسمها التي تشبه الأوراق طبقاتها تسمى المتورقة ثلاثة أي الأنواع الصخور التالية يتكون نتيجة تبريد الصهارة في باطن الأرض هل هي النارية أم الرسوبية أم الأحافير أم العضوية الصخور النارية هي التي تتكون نتيجة تبريد الصهارة في باطن الأرض. أربعة: أي مما يعد من خصائص المعدن؟ اللون أم التبريد البطيء أم التبريد السريع أم التبخر؟ اللون هو من خصائص المعدن. خمسة: من أدلة تشكيل المعادن هي مظهره أم درجة حرارته أم لونه أم ملمسه؟ من أدلة تشكيل المعدن مظهره. ستة: أي أنواع الصخور التالية تتكون تحت سطح الارض ويجب ان تكون تحت ضغط كبير ودرجة حرارة عالية هل هي الفتاتية ام العضوية ام الاحافير ام المتحولة التي يجب ان تكون تحت ضغط ودرجة حرارة عالية هي الصخور المتحولة سبعة اي انواع المعادن يعتبر معدن نادر ويستخدم في صناعة الحلي هذا هذه هي الاحجار الكريمة ثمانية أي مما يلي من طرق تشكيل المعادن التبخر، الانفصام، التبلور، أم القساوة؟ التبخر هو من طرق تشكيل المعادن. تسعة من طرق تشكيل الصخور النارية السطحية ثوران بركاني أم الأحافير أم الأمطار أم الرياح؟ من طرق تشكيل الصخور السطحية ثوران البركاني. عشرة أي المعادن التالية. تستخدم في الألواح والتوصيلات الكهربائية في المنازل والسيارات، هل هو النحاس أم الكوارتز أم الرخام أم الرمل؟ النحاس هو الذي يستخدم في التوصيلات الكهربائية في المنازل والسيارات. السؤال السادس: قارني بين الصخور المتورقة وغير المتورقة من حيث الشكل ومن حيث مدى الوضوح وحبيبات المعادن. الصخور المتورقة لها بنية ورقية واضحة، أما الصخور الغير متورقة ليس لها بنية ورقية واضحة. بالنسبة لمدى وضوح حبيبات المعدن، الصخور المتورقة حبيباتها المعدنية واضحة. أما في الصخور غير المتورقة فالحبيبات غير مرئية ولا تصطف بنظام منتظم. هكذا أعزائي نكون قد أنهينا هذا النموذج من اختبار مادة العلوم للفصل الدراسي الثاني. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ودعمونا بالإعجاب دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته